وما زال قطاع غزة يقبع تحت قصف عنيف ووضع مأساوي وصلت إليه الحياة داخل قطاع غزة، لدرجة استهداف الأسواق ونفاذ المخزون من المحال التجارية في القطاع. خلينا نتعرف مع حضراتكم على الأوضاع الإنسانية داخل قطاع غزة. معنا على الهاتف الأستاذة عبير عطيفة، المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي. صباح الخير على حضرتك وأهلا بيكي معنا في صباح الخير يا مصر. وبعد التحية، لو حضرتك تضعينا في الصورة، توضح لنا الوضع اللي وصلت ليه الحياة بشكل عام داخل قطاع غزة، وتحديدا طبعا بعد قطع الاتصال والإنترنت. صباح الخير جمان عليكي وعلي على جميع المشاهدين. طبعا الأوضاع في داخل غزة يعني مش محتاجة ان احنا، لان شاشات التلفزيون طبعا بتنقل الصورة دي بصورة بشكل يومي. طبعا بعد انقطاع الاتصالات بالأمس واجهنا صعوبة جدا في الاتصال بموظفينا، والحقيقة ان توقفت معظم عمليات المساعدات الإنسانية، لان حصل ليس هناك اتصال ما بين يعني المجموعات اللي بتساعد. ما فيش، احنا بنستخدم قسائم الكترونيه في بعض المناطق، طبعا كل دي بتشتغل بالاتصالات، كل هذا توقف. التحرك من منطقه الى اخرى برضو توقف، هناك نقص شديد في ايضا في الوقود. فيعني الوضع بكل صوره صعب، لان نقص في الوقود، قطع في الاتصالات، في تصعيد كبير في العمليات العسكرية واستهداف يعني كل المنشآت، وبالتالي حتى التحركات أصبحت شبه مستحيلة. أستاذ عبير، من خلال الاتصال زي ما حضرتك ذكرتي بالموظفين في الداخل، إيه الصورة اللي ينقلوها لحضرتك خاصة فيما يتعلق بالأكل؟ يعني سكان قطاع غزة بياكلوا إزاي؟ يعني هو بالامس، يعني احنا في اخر اليوم قدرنا نتصل باثنين من موظفينا، طبعا وصفوا لينا اوضاع ماساويه وصعبه جدا. موضوع الاكل، يعني احنا قبل الاحداث دي كلها يعني من حوالي اسبوع احنا تحدثنا ان المخزون الموجود في المحلات التجاريه لن يكفي لاكثر من بضعه ايام. الان خلاص يعني معظم هذه المواد الغذائيه ربما تكون نفدت تماما من هذه المحال التجاريه، ده طبعا انفتحت ابوابها. بالاضافه الى هذا طبعا المخابز بسبب نقص الوقود كان اصبح هناك في يعني نقص شديد طبعا في توفير الخبز. ومن يعني احنا كنا قبل الاحداث دي بنتعامل في غزه مع حوالي 23 مخبز، بنديهم دقيق القمح وهم بيوفروا الخبز للمواطن الفلسطيني في غزه. الان يعني قبل قطع الاتصالات كان هناك فقط مخبزين مستمرين في العمل. وبالتالي الاحداث يعني صعبه، حتى الكلام عنها صعب، لانها يعني اصعب من اي احنا سمعنا كمان يا استاذ عبير عدينا بيها في الفترات الاخيره، انه حتى كسره الخبز ما بقتش موجوده هناك. حتى في بعض الاوقات زي ما بترد الينا الانباء بيقولوا انه ممكن المواطنين هناك ممكن الشخص يعيش على تمره طول اليوم. بالظبط، هو فعلا كده. وفي اماكن طبعا في اكتظاظ في الملاجئ باعداد كبيره من الناس. كمان في حتى لو لينا يعني ما دام هناك مخزون موجود في يعني المخازن، الوصول لهذه المناطق حتى اصبح صعب. التحرك ما بين المخزن وما بين الملاجئ وما بين الناس المستفيدين، كل ده التحركات اصبحت يعني تكاد تكون شبه مستحيله. ان ما كانش بسبب نقص الوقود فهو بسبب طبعا ان يعني البنيه التحتيه تم تدميرها بصوره كامله، وفي خطوره كبيره في التحركات طبعا. طيب استاذه عبير، برضو في نفس النقطه، ممكن الكبار او البالغين يتحملوا هذا الوضع؟ بالنسبه للاطفال والرضع، يعني حتى الالبان، حتى الاطفال بيتغذوا ازاي؟ الوضع شكله عامل ايه هناك؟ ما هو يعني طبعا ما يسير او ما يسري على الكبار بيسري على الصغار طبعا. وبالتالي يعني احنا اعتقد حتى مع انتهاء هذه الازمه الانسانيه، يا رب في خلال يا رب يكون في ساعات قليله، اعتقد ان
يعني ما ستخلفه من آثار سلبية على الوضع الغذائي للأولاد وعلى النفسية وعلى كل شيء، طبعا هيكون صعب. طيب أستاذة عبير، يعني المسار يعني خلينا نقول إن في ناس بتجوع وإحنا بنتكلم دلوقتي، يعني في جوع طبعا، يعني مش بتجوع يا أستاذة عبير بهذا الوضع، أعتقد إن بالفعل هي هم جعانين هناك. طيب المسار إيه يا فندم؟ يعني رؤيتكم للأيام أو مش الأيام، الساعات القادمة إيه؟ هل في تحرك دولي مثلا تجاه توفير الأطعمة؟ هل إحنا قاعدين تحت رحمة الأوضاع في غزة وما يحدث تحت رحمة الكيان الإسرائيلي؟ إيه اللي هيحصل؟ يعني إحنا مستنيين إيه؟ بنعول على إيه؟ إحنا كلنا في الوقت الحالي الحاجة اللي بنعول عليها إن يكون في هناك وقف إطلاق نار. ليس هناك حل، يعني حتى لو دخلت المواد الغذائية من مكان، إذا لم يكن هناك وقف إطلاق للنار صعب جدا التحرك في ظل يعني الأوضاع المميتة يعني اللي بتمر بها غزة. لازم يجب أن يكون هناك هدنة إنسانية، وقف إطلاق النار، فتح المعابر بصورة سريعة لإدخال المزيد من المواد الغذائية، وتأمين ممرات إنسانية حتى نستطيع التحرك والوصول إلى الناس. طيب هل حتى الآن الشاحنات التي دخلت المساعدات الغذائية اللي دخلت عن طريق معبر رفح واللي سمحت بها قوات الاحتلال حتى هذه اللحظة، هل خففت ولو قليلا؟ احنا عارفين طبعا ان الوضع كارثي هناك ومحتاج مئات الشاحنات يوميا، هل قدرت ان هي تخفف ولو قدر قليل من المعاناة في الداخل؟ يعني ما اقدرش اقول لك انها قدرت تخفف المعاناة لانها اعدادها يعني قليلة جدا، المساعدات اللي دخلت قليلة جدا. حقيقة مصر فتحت المعبر بصورة مستمرة، لكن طبعا عمليات التفتيش من الجانب الإسرائيلي يعني بتعطل دخول المساعدات. يعني يكفي أقول لك إن الشاحنات بعد ما بتوصل لمعبر رفح بتقوم برحلة حوالي 100 كيلو، ما بين 50 كيلو رايح و 50 كيلو راجع للتفتيش من قبل القوات الإسرائيلية. وبالتالي طبعا احنا شخصيا بنحتاج، بنقول ان على الأقل يجب ان يكون هناك في 100 شاحنة في اليوم بتدخل من هذا المعبر اذا كنا فعلا جادين في تلبية الاحتياجات. في الايام من بعد فتح المعبر احنا بنتكلم على اعلى يوم او اكثر يوم دخل فيه مساعدات كانت 20 شاحنه، العدد الكميه قليله، وبالتالي فتح المعبر كان ربما يعني هي كانت بارقه، لكن يعني اعتقد ان يعني اذا استمر في هذه الاحوال ومع قطع الاتصالات ونقص الوقود يعني صعب يكون في يعني نقول ان في ان احنا عملنا فرق. وضع مأساوي بكل تأكيد. يعني نشكر حضرتك جزيل الشكر الأستاذة عبير عطيفة المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي.